قلت لعبد اللي يخرج يتبورب يقول هو الرئيس كلمني والرئيس كلمني وكل رويق من فرنسا كلمني الرئيس، معناها يزيد يتحل كواحد كيما كيكا ميدو يزيد يتحل. انا اش نقول لك، لا حول ولا قوه. كان الرئيس يكلم لطفي العبد اللي لا حول ولا قوه. لطفي ما عنديش مشكله معاه، عندي مشكله مع الرئيس. نورمالمون ما يكلموش الرئيس، راهو مقام رئيس دوله، راهو ما يكلموش، دخلك فيه كلم وزير الثقافه يكلم. افهمها نحبك افهمها. الصفاقسيه ما يهزش مرته تتفرج في لطفي العبد اللي الكلام الخايف. البوليميك اللي صار الاخراني اليوم في مساله الممثل لطفي العبد اللي وقع وديجا وغادر البلاد، انت قلت لي اللي هو خرج في فيديو وقال اللي الرئيس كلمني. اي شنو رايك؟ ما عندي حتى راي، انا نحب نعرف نكلم الرئيس زيراكت كان يسمع فيا، علاش يطيح في قدره الرئيس يكلم فيه ولطفي العبد اللي يقول راه كلمني السيد الرئيس وقالوا فما قضاء يفصلها، وعلاش طيح في قدرك؟ يعني كنا نعزوك زدت طيح في قدرك الرئيس، تو رئيس دوله يكلم في لطفي العبد اللي يقول له ليه ما يهمكش فيهم والمسرحيه نتاعك وما عندهمش الحق يعملوا لك كيكه، تو رئيس دوله على قليل يكلم وزير الثقافه، يعني على قليل يكلم واحد من الثقافه، يعني شو يوري لك هنا كيفاش رئيس الدوله يضعف في روحه. ولطفي العبد اللي يخرج يتبورب يقول هو الرئيس كلمني والرئيس كلمني وكل رويق من فرنسا كلمني الرئيس، معناها يزيد يتحل كواحد كيما كيكا ميدو يزيد يتحل، يعني شو يوري لك مستويات حتى الرئيس؟ والله ماني فاهم وين ايش دخلك فيه انت رئيس دوله، رئيس دوله تكلم في لطفي عبد الله ايش تكلم فيه؟ انت عندك مشكله مع المقام نتاع الرئيس كيما كم كلم ممثل والا الممثل شخصيا؟ ها كيفاش؟ انت عندك مشكله مع الرئيس كمقام، يعني رئيس كيفاش؟ ما عنديش مشكله مع الرئيس كمقام رئيس دوله، ما يكلموش ما طيحش قدره رئيس دوله. مشكله مع الممثل في حد ذاته؟ ما عنديش مشكله مع الممثل، ممثل يمشي يشكي القاضي على روح، رئيس دوله ما طيحش قيمته يكلم لطفي العبد اللي وش يهمك فيهم وش يهمك فيهم وكذا وكذا وكذا، فهمتني؟ الرئيس خرج في قداش من مره معناتها التعزيت عائله توفى فيها معناتها احد الافراد، قداش من مره معناتها خرج في جوله وكلم مواطنين، ما نجموش نحسبوا لطفي عبد اللي كمواطن. خرج امور العائلات هذيك امور انسانيه، هذه ماهيش امور انسانيه، ماهيش انسانيه، يتحمل مسؤوليته يمشي يشكي، مو العرض بتاعه ما كملش يمشي يشكي القضاء، اش دخل الرئيس؟ هو كلمني الرئيس وبرك الله فيك الرويق، يعني معناها قال شو هو كلمني الرئيس؟ يعني مستويات تاع رئيس الدوله. انا هكا راهك، انا راهك، انا اش نقول لك، لا حول ولا قوه. كان الرئيس يكلم لطفي العبد اللي لا حول ولا قوه. انت معناتها يقول القائل عندك مشكله مع معناتها لطفي العبد اللي كممثل، متى لو كلم مثلا ممثل اخر؟ انا ما عنديش مشكل مع لطفي، ما عنديش مشكله معاه، عندي مشكله مع الرئيس. نورمالمون ما يكلموش الرئيس، راهو مقام رئيس دوله، راهو ما يكلموش، دخلك فيه كلم وزير الثقافه يكلم، ايش دخلك فيه لما هو يجي؟ راهو الرئيس معناه اغزر معناه ولا زاد هو زاد تحل، هاو الرئيس يكلم فيا وكرويق يعمل فيه. ما تراه الشرف اليوم انه الرئيس يكلم ممثلين يكلم مواطنين يكلم سياسيين؟ مع هو بالذات المسرحيه اللي عملها نتاعه هو بالذات، عندي انا مرات شرف. هنا رجعنا ورينا ليه شخصية. ايه ليه ليه خاطر ماهيش شخص لطفي العبد. ليه 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 خاطر اللي عمله لطفي ما يجي شيء، زبلك عباره ما يجي شيء. هاو لمين نهدي هاو الاخرين هاو الاخرين الممثلين الاخرين ما عبروش حريه تعبير؟ لا مش الدرجه كيك عاد، مش الدرجه كيك عاد، يتكلم كلام خايب، مش الدرجه كيك، كلام خايب، كلام الحزام مملوطه الفوق واطلع. انا شفنا مواطنين يشريوا تذكره رغم اللي يعرفوا يعني المنهجيه نتاع لطفي العبد اللي يعرفوا منطقه، يعرفوا كلامه، يعرف مسرحيه، يعرفوا اسلوبه. يعني ما هي صارت في صفاقس ورسختي الصفاقسيه الاحرار في صفاقس ما يهزش مرته ويمشي، الكل هذيك كلها مهاجرين في صفاقس. افهمها نحبك افهمها. الصفاقسيه ما يهزش مرته يتفرج في لطفي العبد الله الكلام الخايب، اما في صفاقس ما هم الصفاقسيه هذوكم عندي انا، يكذب عليك، ما هم الصفاقسيه. هاني قلت لك. لا خويا شو نقول لك؟ كان واحد يهز مرته يتفرج في لطفي العبد الله، شو نقول لك؟ الدنيا عليها السلام.
رأيي أنا أخويا كله. شخصين ما تتفرجلوش؟ ما تفرجلوش كلام من الحزام من النوت نتفرج فيه علاش؟ ما تفرجلوش في دوره وشوف لي حاجة؟ ما تفرجلوش أقسم والله نفرج عمري ما تفرجت. ما يضحكنيش من الأصل. خاطر الرويق بتاع قلة التحية ما هو ميدو هو يوديه الدورة كيك. أو قال لك هذايا أنا طرحت المشاكل الموجودة في المجتمع. لا لا مش أنا نحكي بمنطق المجتمع. بن غيلان اسمه الممثل بن غيلان. ممثل مسرحي بن لمين نهدي والآخر بن غيلان كيفه؟ لا لا كيفه هو ممثل مسرحي زاد. هو ما يعملش كيفه بالكلام الخايب. هو يضحك في العباد وما يعملش كيفه بالكلام الخايب. هو لمين نهدي كان قالش كلام الخايب هكاك كيما لطفي العدل. هو ما قالش. هو ممثل عبد القادر مقدير. هو ما قالش هكاك. يجبد على الامن ويجبد على الدوله اما بطريقه باهيه يجبدها يعني طريقه يمس بها اما مش هكا الدرجه هكاك الراجل باش ينحي سروالو. بياتك صح.